سكينة مدينة فاس خرجت اليوم لتعبر بأقصى ما أوتيت من قوة وجرأة وعزم للشارع المغربي للمطالبة بإسقاط الجواز اللاقانوني اللاشرعي، الجواز الذي يتم توظيفه سياسيا لقمع المغاربة وسلب حرياتهم العامة في التظاهر والاحتجاج السلمي، يتم توظيفه لتغطية عن ارتفاع الأسعار، كذلك يتم توظيفه للحد المغاربة والضرب الحقوق ديالهم من الولوج للمؤسسات العمومية. المغاربة يمنعون من الدخول إلى الإدارات العمومية، إلى المؤسسات البنكية. كيف يعقل؟ كيف يعقل أن يتم منع مواطن مغربي حط الفلوس ديالو في بنك أن ما تسلمالوش؟ ونلاحظ كذلك كما أشار الصديق على أن تمنع برلمانية من كصوت من الأصوات ديال الشعب تم إيصالها إلى قبة البرلمان بشكل ديمقراطي وشرعي. من دخول مبنى البرلمان هذا يعتبر سطو على الديمقراطية وسطو على حقوق الإنسان في المغرب، نرفضها جملة وتفصيلا. تمضي ولم تمضي عشرة أيام في ولايتها حتى انهالت على رؤوس المطحونين بالزيادة في الأسعار، بقمع حرياتهم، أساتذة يقمعون يطردون، المغاربة يموتون. واليوم نلاحظ على أن هذا الجواز الملعون اللادستوري اللاقانوني يوظف بشكل سياسي لضرب الحريات. نسميه من موقعنا بأنه جواز الاستيلاء على سلطة الجماهير الشعبية. Thank you.
هاد الوقفة احتجاجية دايرينها على حسب جواز التلقيح. حنا درنا التلقيح ولكن جواز التلقيح ما عندنا ما نديرو به، تمشي للقهوة تجلس بها جواز التلقيح، وحنا في مغربنا هذا كيتسمى استعمار بلادنا وبلادنا هذه، ونحاربوا كنحاربوا جدودنا عليهم. ولكن حنا درنا التلقيح ومرضنا، درنا الأول والثاني والثالث ومرضنا، ما كاين حتى شي واحد وقف معنا. حنا اللي غادي نشري الدواء لراسنا، وداك التلقيح لا فائدة فيه. وزارة الصحة حكومة وقفوا معنا، كلشي مسحوق، حكومة كلشي مسحوق، ما كاينش واحد، كلشي مسحوق. كاع المراكمين هما كيعرفوا بان المظاهرة كاينة، هما كيعرفوا بان مازال هنا. كاين اللي مرض وتشلل بهذيك التلقاح وتشلل، كاين اللي طاح حكومة قدامهم. ما كاين الأغلبية ما دايرينش التلقيح، كلشي داير التلقيح. ولكن ماما احنا البنت ضربت مشات صحيحة في الساحة، مشات ضربت الشوكة ماتت. على شنو هاد الشيء؟ يعني هاد الشوكة هادي فيها شي خلل اللي ماشي هو هذاك؟ حنا كنطالبوا كل شيء، كاع الحكومة محقرة علينا، طيتوها لعبة، كل شيء معدين علينا، حشومة عليهم. اللهم هذا منكر، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.